صباح الخير مشاهدينا، صباحكم من ادلب الخضراء. مثل ما انكم شايفين بالصوره، زيت الزيتون اللي بيميز ادلب واللي سماها بالخضراء. اليوم راح نشوف مراحل عصر الزيت وجمعه، لانه هذا هلا موسمه. تابعونا ونشوف مراحل من بدايه جمع الزيتون وقطافه وتنظيفه ليصير زيت مثل ما انكم شايفين بالصوره. شجرة الزيتون أو المتعارف عليها بإدلب شجرة الخير هي أصل التسمية للمحافظة بالخضراء. عمر هي الشجرة عشرات السنين، وزرع الأجداد والآباء ليجمع ثمار اليوم الأبناء وبكل موسم سنوي. طبعا معظم هاي الأراضي الزراعية كانت تحت سيطرة النظام، وهي هلأ رجعت لأهلها وناسها الحقيقيين. والله ما مستوعب مع هذا، بس والله حواش الزيتون هذا مستناه من السنه للسنه، موسم عنا في متعه ومطالع ناصر وزيت متعه موسم. شو المتعه بالموضوع يعني؟ حواشه ومتعته عمله كل شيء فيه كويس، نحوشه بناخذه بناصره منه بنبيعه منه نتمون فيه للسنة كاملة بحقه، منه منحطه زيت للأكل بالبيت موني يعني، نتبضع نشتري أغراض منبيع. غرتناها من آبائنا وأجدادنا قديما، كانوا آبائنا وأجدادنا هالأراضي إلهم، هالزيتون زرعوا وتعبوا عليه ونحنا غرتناها منهم. مثلا شقد عمره؟ هاي عمره شي 60 سنة، 50 60، 75. زاوية ثانية فضي على شجرة يعني قديمة، وشجرة كتير مباركة، شجرة كتير فيها بركة إن شاء الله. على زمان الأجداد والكبيرين شلون دائما بيقولوا لنا الزيتون هذا شجرة معمرة، شجرة مباركة، والحمد لله يعني فيها كل شيء خير، فيها كل شيء كويس. الزيتون والزيتون متعة كتير كويسة، حواشه وشغله وتعبوا حتى تعب. هاي الكلمة أنا كتير بسمع، إنه الزيتون حواش أو هيك متعة، إيه؟ ما عم نفهمها نحن، يعني نحن هذا الجيل اشرح لنا إياها هاي الكلمة. والله يعني أخوك المتعة هي إنه تشتغل أولا في أرضك، ثانيا تشتغل يعني بأرضك وعم تاكل الثمر منه وعم تعصر هالزيت منه، عم تاكل هالزيتون وهالعطون اللي من سنة لسنة حتى يجيك هالموسم هذا. فعلا بتلاقي بتحس في الزي خاصة، كان نبعث منه إذا في عنا حدا برا نبعث له زيت، نبعث له زيتون، شايف شلون؟ والباقي ناخده نحطه موني من سنة لسنة، من العام للعام لحتى يخلص. وطبعا إذا في كفايتنا بنخليه، ما في كفايتنا نوزعه للأقرباء للأولاد، شايف شلون؟ هيك يعني بصير. في أنواع عندك مثلا المكسر هذا بيقولوا عليه كبربري، في نوع هذا حبه خشن، هذا بتلاقي بكسروه لانه حبته ناصحه وبضل خطره كثير، ايوه، وهذا طعمه طيب في الاكل، ايوه. وفي صوراني كمان كويس هذا بهالموضوع، والمعري كمان في منه بيحشوه بيطلعوا قلبه، هذا التفل بيطلعوا منه بضل عطاء القشري، بيحشوه فليفله مطحونه، بيحشوه احيانا جوز فستو احيانا، ايوه، حسب كبر الزيتوني وصغره، ايوه. بيكبسوا لتاني سنة بيحطوا له هالليمون، بيحطوا له هالزعتر الاخضر قلبه، ايوه، شيء ممتاز هيك. وبيحطوا هاي صحن فطور صحن عشاء، حطوا عليه هالتحويجي هاي هالزيت والفليفي وهالمحمره كمان، بيحطوا مع المحمره بيدوروا واي. اكله فعلا مميزه واكله لذيذه جدا، وفعلا بتفتح الشهي. هو الزيتون بطبيعته بيفتح الشهي، وبعدين الزيت الله مبارك فيه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل الزيت وندهنوا به هو الشفاء من كل علي، شايف شلون؟ يعني في مثلا انتم بتستخدموا الزيت مثلا بشغلات علاجيه او هيك ولا شو؟ طبعا لك في عندك هلا ورقه مثلا كثير بفيد،
لتنزيل السكر، بفيد للحول امراض العين الحول، بفيد للبهاق للبرص، هاي الشغلات هاي. وزيته فائده عظيمه لكل الجهات، كل اعضاء الجسم تستفيد منه بالنسبه للزيت. حكى لنا أبو جميل عن فوائد الزيتون وزيته، لنتابع مراحل الجمع والفرز من خلال العمال سواء الرجال أو النساء واللي بتسموا بالفعالة. شلون بتجيبوا الفعالة؟ من وين بتجيبون يعني؟ بتجيبوا من الضيعة باللمون من بيت البيت، بتجيبوا لهون على الأرض بيشتغلوا. طيب شقد أجار الفاعل يعني باليوم؟ الفاعل 7 ساعات أجاره 1000، باخذ 1000 باليوم؟ لا باليوم، إيه باخذ أجار سيارة 300 بيصفي له 700. أول شيء نلم الجرجير أول ما بننزل بالأرض، بعد ما نلم الجرجير بنمد القوع ونقعد نسلت عليه، بنسلت الحب بنجيبه على السرادي بنسرده بنعبيه بالكيس وناخذه على المعصرة. باليوم كم شجرة بتخلصه؟ والله كل فاعل كيس، يعني حسب الحمل، عندك حمل بيطول أخي شجرة بتطب كيس، كيس ونص، يعني حسب حمله يعني. قالوا غيروا يا حجي. في ناس بيطفوا الزيتون بشهر العاشر، بكون لسه ما استوى، مثل البندورة إذا كنا مخضبي وجينا عصرناها وما بيطلع منا دبس. ليش؟ لأنه ما استويت. قطف الزيتون من شهر 90 الثاني من 10 ورا. وعندنا شجر الزيتون هي عروس البلد. ليش سموها إدلب الخضراء؟ لأنه كفيلة محطوطة فأشر وعالشجر حواليها، سموها مدينة الخضراء. كان أول المعصرة القديمة الزيتون نعصروا ندرش على الدبي وشد على الكتاب. الزيتون يتخ. ليش يتخ؟ ما في معاصر تأدي. من فضل الله يجونا معاصر حديثة آليات وكويشي. احكي لي عن هاي الشجرة، ايش قد عمرها مثلا الوحدة منها؟ هاي الشجرة عمرها بحدود بسنة 48 سجل، بسنة 48 ب 12 شباط. حط لنا الحبل عند السيارة يلا. هاي في هاي هالجرة هون هاي شوفوا. نكبة إدلب، مدينة إدلب، محافظة إدلب، نكبتها بسنة 48 ب 12 شباط. أشو النكبة؟ يبس الزيتون. وعنا أشقى الزيتون ومنين منو في الديون. شو بحكي لك عبطل كالوك وصارت كلها شاموك. يرحم أمك وأبوك وتعطينا شوية عطون. ايمت كانوا يقولوا هاي؟ هاي بسنة 48 يعني ما بقى زيتون، ما بقى عطون، ما بقى شيء، ما بقى يبش الزيتون، صار حراء. منا نشروه عم شوات الكعب وافرع. هذا بنعد خلف. اشو بنعد؟ يعني اخلف الاولي. واللي كان بالوديان قلعوه من شوشو. الوديان ما بيوفدين، شغل الايدين والوديان ما بيفدين. شجر الزيتون بده ارض عيلة للشاشه مثل هاي. منه معري، منه حلم البقر، منه حمصه، منه بقولوا هذا تدمره. هيك حبيته كبير يخشني. هذا ما في زيت. راس الزيتون هو المعري هذا.
هذا شجر الزيتون هذا الاصلي زيته مثل السمن. هلا سلقين زيته ما مثل عنا. زيتوننا اذا كبسته بالتنك بضل 5 سنين ما بيتشرك. بينتقل الزيتون بأكياس باتجاه المعاصر الحديثة اللي ساعدت على السرعة بالإنتاج والحصول على أفضل أنواع الزيت اللي بيتصدر لكثير من البلاد العربية والغربية. طبعا هون اخر مرحله من مراحل عصر الزيتون لما بيطلع الزيت خالص وبيتعبى بهما ما يسمى بتنكات الزيت. خلونا نشوف احد التجار او الناس المستفيدين من وراء عصر الزيتون والحواش بادلب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. العافيه. الله يعافيك. هلا هذا الرزق لك؟ اي نعم. شلون الرزق هلا؟ والله الحمد لله رب العالمين. احنا جايين من معرض النعمان لهوني لانه شغل كويس ونوعيه المعاصر هاي حديثه بتعطي انتاج كويس احسن من بقيه الانواع. طيب شلون وضع الموسم اللي هالسنة يعني؟ والله الموسم يعني بالنسبة عنا بالمنطقة متوسط لأنه كان متأثر الأشجار بالخراب اللي لحق من أثار الجيش بعد ما طلع الجيش في قلع وفي حرق وفي بس الحمد لله رب العالمين. كم جوال طالعت؟ أنا 28 كيس يعني 14 جوال. وكم تنكي بيطالعوا لك؟ والله يعلم الله بقى رزقه من الله. في يعني ممكن يجي 20 تنكية ممكن يجي 25 ممكن يجي 28 حسب بقى بركة الله. زيتكم معراوي ما؟ نعم. لو أحسن شيء المعراوي. ايه نعم بيقول لأنه المنطقة بيضاء أرض البيضاء بتعطي زيت طيب. مراحل العصر هوني في انتظام يعني فيها أول شيء بصف السيارة في العمال المختصون بيقوموا بتفريغ أكياس الزيتون. نعم. ومن ثم تكون عملية الغسل. غسل الزيتون في الغسالة طبعا الخاصة في الزيتون. أيوة. من ثم تأتي عملية الطحن تكون أول بالأول طبعا على معاجن 8 معاجن متفرقة تتوزع فيها الزيتون. تكون فيها عملية التخمير يعني بين ساعة أو أكثر أو أقل شوي حسب ضرورة العمل يعني. ولكن تكون عملية التخمير فيها مشان الزيت أو الزيتون يخلص من الزيت بشكل جيد. ثم تكون بعد ذلك عملية العصر على الديكانتر. طبعا في عندنا ديكانترات 2 استخدموهن. عملية الديكانتر طبعا هي بطريقة احدث طريقة هذه عملية العصر هذه. خريطة معصرة ايطالية يمكن. معصرة ايطالية بيراليزي ايطالي هي بتعطي النوعية المعصرة بتعطي كيليين الى 3 كيليات زيادة في 100 كيلوغرام. هي النوعية انا جاي من المعرة لهوني عشان هالنوعية هي كويسة. يعني بتعطيك 3 كيليات زيادة في 100 كيلوغرام عشان هالنوعية هي قوة بالعصر وضبط في العمل. اللي بيطلع البيرين وين بتاخده؟ البيرين في معامل خاصة فيه بعفرين. وكان في واحد بيدلي بمعارض مصرين كان موقف ان شاء الله السنة بيشتغل بياخذ البيرين. في معاصر اقوى ضغط على البخار بيستخلصوا منه صابون زيت الصابون زيت خفيف كتير يستخدموه في صناعة الصابون. والبقايا هسه الباقي من استخدموا فحم كفحم يعني تدفئه. في كلمه بيقولوها لما بدهم يقولوا انه الله يبارك بالرزق. اي نعم. ايش بيقولوا عنكم بالمره؟ بيقولوا على البركه. نعم بيقولوا على البركه. بيقولوا الله يبارك فيك. على البركه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. على راسي. وهيك بنوصل لاخر مراحل عصر الزيتون لما بيطلع الزيت سخن وحد من المعصره مباشره وبيتعلب بالعلب البلاستيكية أو المعدنية حسب المتعارف عليه بالسوق. بالمقابل بتكون بدية الأمهات بتجهيز الزيتون بأنواعه المكلس والمحزز والمحشي وأنواع كثيرة من مونة السنة كلها. لجولة الصباح مسلم السيد عيسى أورينت نيوز.